بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة في محاضرة جديدة هنتكلم فيها على الشيلدنج أو ما يسمى باللايتنج سيستم كالكوليشن أند لاي أوت. المحاضرة دي هنتكلم فيها من خلال الستاندرد السعودي TSB 119-7 وفي الستاندرد NFPA 780. الهدف من الشيلدنج سيستم أو اللايتنج سيستم هو حماية الإكوبمنت بتاعة المحطة الاوتدور اكوبمنت او البيلدنج بتاع المحطه من اللايتنج ديسشارج. اللايتنج بيعمل ديسشارج كارنت عالي جدا، ممكن يسبب خلل في الاكوبمنت او يسبب خلل في البيلدنج بتاعه السبستيشن. الماتيريال اللي انا ممكن استخدمها في الشيلدنج سيستم هنتكلم فيها كالتالي. اول حاجه ممكن نستخدمها هي الشيلدنج ماست او اللايتنج ماست. الماست ده بيبقى حاجه كده زي عمود الاناره الموجود في الطرق، ولكن ممكن ارتفاعه يبقى اعلى بحيث ان هو اول شيء يستقبل اللايتنج ديسشارج. بيبقى شكله زي ما شايفين في الصوره دي، بيبقى شكله زي عمود الاناره بالظبط. بنحط فوقه ممكن حاجه زي الستيل بايب. الستيل بايب دي اسبير الستاندرد. لو انا كنت هستخدم لايتنج ماست ستيل ستراكشر بالشكل ده، يبقى انا هجيب ستيل بايب الارتفاع بتاعها 30.05 متر. ممكن برضو استخدم حاجة تانية زي كأنها هي لايتنج ماست اللي هي الجانتري اللي موجود المحطة، برضو بنفس الفكرة هستخدم الستيل ستراكشر بتاع الجانتري ده وبعدين احط فوق اللايتنج ستيل بايب اللي هي قلنا ارتفاعها حوالي 3 متر فوق الجانتري، بحيث ان الجانتري ده واللايتنج رود او اللايتنج سنيل بايب دي الارتفاع كله يبقى مستخدم لحماية البيلدينج او الاوتدور اكوبمنت. الجانتري ده طبعا لو في حد مش عارفه، انا مثلا لو عندي محطة هعمل لها كونكشن مع ريموت اند مع النيتورك مع الالكتريستي نتورك اللي هي المحطات المتصلة بالمحطة بتاعتي. لو كان الكونكشن بينهم عن طريق اوفر هيد ترانسميشن لاين، فبالتالي عشان اقدر ادخل الترانسميشن لاين ده داخل المحطة، ترانسميشن لاين ارتفاعه بيبقى عالي وموجود خارج المحطة، فبحط داخل المحطة حاجة اسمها جانتري وبعدين ارتفاع اقل طبعا من التاور، وانقل من التاور للجانتري وبعدين من الجانتري ابتدي انقل الكونكشن باور للجي اي اس الموجود عندي في المحطة. لو انا مثلا هستخدم بدل لايتنج ماست اللي هو الستيل ده، ممكن استخدم وودن بول، عمود بيكون من الخشب. ففي الحاله ديت ان انا هجيب رود تاني او جلطانيزد جراوند رود ارتفاعه حوالي 60 سنتي، بحطه فوق الوودن بول. في برضو من الحاجات اللي انا بستخدمها في الشيلدنج سيستم حاجه اسمها اير تيرمينال. اير تيرمينال دي بتبقى زي ما هي قدامك في الصورة دي، بتبقى عبارة عن زي رود. الرود ده ممكن يكون ارتفاعه ربع متر، نص متر، متر إلى آخره، حسب الاحتياج أو حسب أنا ممكن أعمل ديزاين ازاي للشيلدنج سيستم. الرود ده غالبا بيبقى موجود على السور بتاع المحطة، وبالتالي أنا كده بركبه فوق الروف بتاع السبستيشن بيلدنج. عندي بعدين قال لي الستاندرد، قال لي لو انا عندي مثلا الرود ده كان ارتفاعه اكتر من 60 سنتي، فبالتالي لازم اعمل له سبورت عند نقطة او عند منتصف الرود. زي ما انا شايف في الصورة قدام دلوقتي، مثلا لو ده الاير تيرمينال اللي هي ارتفاعها بي، فبالتالي انا عند النقطة سي دي لازم اعمل سبورت ليه، او ان انا اعملها فيكسنج يعني للاير تيرمينال. نيجي نشوف هنا برضو البيلدينج بروتكشن، ان انا اعمل ازاي لايتنينج بروتكشن او شيلدينج بروتكشن للبيلدينج. الرسم دي موجودة في ال NFPA 780. هي قالت لي ان انا عندي لو عندي بيرميتر بالشكل ده باربت موجودة على البيلدينج اللي هو سور البيلدينج، فبحط اير تيرمينال. اير تيرمينال دي ممكن الارتفاع بتاعها يكون حوالي 24 انش او هي 60 سنتي. المسافة من كل اير تيرمينال والتانية مفروض ان هي ما تزيدش عن 7.6 متر. لو انا عندي مثلا الويتس بتاع البيلدينج ده اكتر من 15 متر، اذا انا لازم احط عند مسافة
ما تزيدش عن 15 متر، احط اير تيرمال تانية بالشكل ده. فمثلا عندي نفرض ان ده طوله اكتر من 15 متر، ده فور اكزامبل كان مثلا 45 متر، فانا بالتالي احط اير تيرمال هنا، وبقى زي ما قلنا المسافات بتاعتها بينهم بعض تكون 7.6 ماكسيمم. وبعدين الاقي ان بعد ما اوصل لقيمة ال15 متر لسه البيلدنج عندي موجود، فهعمل كوندكتور بالشكل دوت، والكوندكتور ده هيتم تثبيت عليه اير تيرمينال تانية. برضو المسافات بين كل اير تيرمينال تانية زي ما قلنا ان هي يكون ماكسيمم 7.6 متر. الكوندكتور او الكفر تاب المستخدم في كونكشن بتاع الاير تيرمينالز مع بعضها او الشيلنج سيستم مع بعضه. انا كل اير تيرمينال بالشكل دوت انا عملت حطيتها على البيلدنج. طيب انا محتاج ان انا اوصل، لازم تكون شبكة الشيلدنج دي كلها متصلة ببعضها، فهبتدي اعمل على الباربت بتاع البيلدنج احط كفر تاب. الكفر تاب ده بيعمل كونكشن مع كل الاير تيرمينال مع بعضها. في حاجة تانية عندي اسمها كروس ران كوندكتور او الكفر تاب، برضو هي دي اللي لما اتكلم عليها من شوية. قلنا لو عندي مسافة اكبر من 15 متر بين او بيلدنج ويدز اكبر من 15 متر، انا محتاج احط اير تيرمال تانية داخلية بالشكل ده. فبرضو الاير تيرمال دي انا محتاج ان انا اعملها تثبيت واعملها كونكشن مع بقية الاير تيرمالز الموجودة في الشيلدنج سيستم، فلازم برضو احط كوندكتور على بعد 15 متر او كفر تاب بالشكل ده على بعد 15 متر. بعدين في حاجة تانية من ضمن الماتيريالز المستخدمة في الشيلدنج سيستم، داون كوندكتور. الداون كوندكتور ده هو الكونكشن بين الشيلدنج سيستم والإيرث جريد أو الإيرث سيستم. طبعا أنا بعد ما أخد الصاعقة دي أنا هاخدها أو هستقبلها على الإير تيرمينال أو الماست، فلازم الكارنت ده يعمل له ديسشارج في الإيرثنج سيستم. فبالتالي أنا لازم أعمل كونكشن بين الإير تيرمينال ديت والإيرثنج سيستم. ففور إكزامبل لو أنا عندي البيلدنج بالشكل ده، فهلاقي دي الإير تيرمينال وده الكفر تاب، فأنا هعمل كونكشن من هنا من الإير تيرمينال إلى الإيرث جريد بالشكل ده. عدد الكوندكتورز او داون كوندكتورز المستخدمه عشان تعمل ايرث او ديسشارج للايرثنج او للكرنت الكبير بتاع اللايتنج للايرث جريد، فقالت لي الستاندرد برضو ان القيمه بتاعت او المسافه بين كل داون كوندكتور التاني المفروض ان هي ما تزيدش عن 30 متر، فممكن تكون اقل من كده، ولكن مهم ان هي ما تكونش اقل من 30 او ما يكونش اكتر من 30 متر. فده بيلدنج مثلا 3D بيبين لي الكونكشن او بيبين لي الداون كوندكتور. فمثلا لو انا عندي كفر تاب بالشكل ده وفي هنا في اير تيرمينالز، فادي الكونكشن بين الاير تيرمينال او الشيلدنج سيستم ده عن طريق الداون كوندكتور الاول ثم الثاني. فالمسافه دي ماكسيمم تكون 30 متر، وبعدين هقيس المسافه اللي هي بتمثل المحيط بتاع البيلدنج، اقيس المسافة دي زائد دي زائد دي زائد دي الى اخره لحد ما تكون لي ماكسيمم 30 متر، وابتدي احط الداون كوندكتور الثاني والثالث والرابع وهكذا لحد ما البيلدنج كله يبقى موصل داون كوندكتور بالايرث جريد. ات ليست لازم يكون في 2 داون كوندكتور، بمعنى ان لو عندي بيلدنج البيلدنج ده المسافة بتاعته اقل من او المحيط بتاعه اقل من 30 متر، فلازم ان انا احط at least 2 down conductor، وبالتالي هنا المسافة بين 2 down conductor ممكن تبقى أقل من 30 متر. بعدين هنتكلم على الزون اوف بروتكشن. طبعا انا لما بستخدم lightning mast او shielding mast او air terminal لازم كل واحد من دول بيعمل لي زون او منطقة هو هيقدر يحميها. فالمنطقة اللي هو يحميها ديت هي دي اسمها زون اوف بروتكشن. المنطقة دي تمثل بشكل مخروطي، شكل مخروطي دوت الرأس بتاعته بيكون هي الحاجة اللي أنا هستخدمها في الحماية بتاعتي زي الإير تيرمينال أو الشيلدنج ماست أو حتى لو هستخدم الجنتري أو إلى آخره. ف حاجة زي دي مثلا ده سيكشن بيبين لي الزون اوف بروتكشن ممكن تبقى شكلها ازاي. طبعا قلنا بيبقى شكل مخروطي، لو انا هشوفها بلان هتشوفها بشكل دائري. فدي مثلا الماست الاولاني
هنا الرأس بتاعة الماست أو الرود الموجود على الراست هي دي السنتر بتاع الكون بتاعي، وبالتالي هبتدي أرسم البروتكشن زون بالشكل ده. وطبعا هنشوف ليه بالذات الراديوس دوت هو ده اللي أنا حسبته في الكالكوليشن كمان شوية. في بعض هنا النوتس المهمة اللي أنا محتاج إن أنا أركز عليها. قالت لي الستاندرد إن أنا الباور ترانسفورمر مثلا فور اكزامبل ده بأي حال من الأحوال لازم إن أنا أعمل له حماية عن طريق اللايتنينج ماست. طيب لو أنا عندي بيلدينج ده قريب من الباور ترانسفورمر، أنا برضو في الحالة دي أنا ممكن أستخدم اللايتنينج ماست في حماية البيلدينج. طب لو أنا عندي بيلدينج بعيد عن اللايتنينج ماست، فأنا في الحالة دي ممكن أستخدم الإير تيرنلز اللي إحنا شفناها as per standard NFPA 780. طب لو انا عندي outdoor equipment ارتفاع اقل من ارتفاع البيلدنج ما عدا طبعا الباور ترانسفورمر، زي مثلا الاكزوزر ترانسفورمر، الاكزوزر ترانسفورمر لو هو جنب البيلدنج فانا ممكن احميه عن طريق الايرتن الموجوده فوق البيلدنج. طبعا هنبين في الكالكوليشن ازاي بحسب الزوم اوف بروتكشن، ازاي بعمل الكالكوليشن عشان احمي الاكزوزر ترانسفورمر او الباور ترانسفورمر او اي اوتدور اكومنت او البيلدنج بتاع السب ستيشن. انا بستخدم في الحسابات بتاعتي ازاي اعمل الريديس او احسب الريديس بتاع الزون اوف بروتكشن بطريقتين. الطريقه الاولى ممكن عن طريق الكيرفز اللي موجوده قدامي، او طريقه تانية اسمها رولينج سفير ميثود. لو احنا مثلا هنتكلم على الطريقه الاولى، فلو انا عندي مثلا هستخدم ماست واحد في البروتكشن، فانا هستخدم الكيرف الاول ده. لو انا هستخدم تو ماست او اكتر فانا بالتالي هستخدم ايه الكيرف التاني. بالنسبه للكيرف الاول، الكيرف الاول هنلاقي فيه كيرفز بالشكل دوت، فيه دوتد وسوليد. انا هستخدم الدوتد. الدوتد دي تمثل اللي هو انا هستخدم او حمايه ل وان اوبجكت. ف السبعة ونص دي او 15 او 30 او الى اخره ده بيمثل ارتفاع الاوبجكت اللي انا هحميه. الواي دي هي تمثل الفرق بين الارتفاع بتاع الاوبجكت اللي انا هحميه والماست او الاير تيرمينال اللي انا هستخدمها لحمايه البيلدينج. فمثلا لو انا عندي اكوبمنت ارتفاعها 7.5 متر او اقل، فلو هي اقل من 7.5 متر انا يعني اول كيرف عندي 7.5 فهستخدم الكيرف 7.5. لكن لو انا مثلا عندي الاوبجكت ده ارتفاعه 8 متر فبالتالي هدخل على الكيرف اللي بعده اللي هو 15 متر. فنفترض ان عندي اوبجكت الهايب بتاعه 7.5 متر وعندي لايتنينج ماست مثلا ارتفاعه فور اكزامبل 15 متر، فالفرق بين الاثنين ارتفاع دول هيطلع 7.5. فانا في الحاله دي هروح على الواي دي. الواي دي هي الديفرنس بين الهايت بتاع الاوبجكت والهايت بتاع اللايتنينج ماست، فطلعت 7.5 متر الفرق بينهم. فهروح عند الكيرف ده واختار قيمه 7.5 متر، وبعدين امشي لحد ما اقطع الكيرف بتاع الاوبجكت عند النقطه. النقطه دي بعدين هاخد منها عمودي على الاكس اللي فوق ده. الاكس اللي فوق ده هو يمثل لي الاكس بتاع الراديوس بتاع البروتكشن زون. فلو عند 7.5 متر رحت لحد هنا، ففور اكزامبل طلع الاكس دي تمثل 10، فاذا الراديوس بتاع البروتكشن زون هيكون 10. واروح عند راس الماست فور اكزامبل او الايرت تيرمينال اللي انا استخدمتها في الشيلدنج، وابتدي ارسم دايره لو انا بلان، او ارسم الشكل المخروط اللي احنا شفناه في السكشن ده يمثل لي البروتكشن زون بتاعه الشيلدنج ماست. طيب لو انا عندي استخدم حاجه تانية مثلا تو ماست مع بعضهم في حمايه اكوبمنت معينه او حمايه البيلدنج، ففي الحاله دي هيبقى في اختلاف شويه في الكالكوليشن. ففي البدايه هعمل نفس الفكره بتاعه الكيرف الاول، ان انا هرسم البروتكشن زون الأولانية عن طريق الطريقة الأولى اللي أنا هجيب الريديس بتاعة البروتكشن زون بالشكل ده. ففور اكزامبل لو أنا عندي هنا ماست في النقطة دي، فأنا هعمل دايرة هنا دي تمثل البروتكشن زون. طبعا ده لما أجي أرسم بلان. لو أنا عندي ماست تاني هنا، فأنا هرسم الدايرة التانية بالشكل ده. طيب أنا عاوز بعدين أعمل تانجنت بير بين الدايرة الأولى دي البروتكشن زون الأولى والتانية، وبعدين لازم اشوف الاوفرلاب بين المص الاول والتاني. الاوفرلاب هو المنطقه المشتركه في الحمايه اللي بتوفرها كل مص تقاطع البروتكشن زونز مع بعضها.
فهاخد تانجنت زي ما قلنا بين الدايرة الأولى والتانية، وبعدين المفروض من سنتر الدايرة ديت هبتدي أرسم لينس معين هنشوفه يتحسب ازاي. واللينس دوت فور اكزامبل بنفرض ان هو طلع في النقطة دي، طبعا انا مش بشاور هنا على الكيرف، فالنقطة دي هعمل لها كونكشن مع الزون الأولانية واعمل كونكشن مع الزون التانية، ودي كده تمثل الاوفرلاب بين البروتكشن زون الأولى والتانية. طبعا هنشوف الرسمة دلوقتي بتوضح الشكل ده. ف الكيرف التاني دوت هو اللي هيستخدم عشان اقدر احسب الجزئية اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، الاوفرلاب بين تو ماست، لو انا هستخدم تو ماست في الشيلدنج بروتكشن. الطريقة التانية لحساب الشيلدنج بروتكشن عن طريق الطريقة اسمها رولينج سفير موديل او رولينج سفير ميثود. طبعا لما انا برسم ريديوس بالشكل او دايرة بالشكل ده تمثل الرولينج سفير، فبالتالي الجزء اللي هو تحت الدايرة ده هو يمثل لي البروتكشن زون بتاعت الرولينج سفير ميثود. الرولينج سفير ميثود بستخدم فيها ايكويشن، الايكويشن هتبقى عاملة بالشكل دوت، عبارة عن دي بتساوي الجذر بتاع اتش واحد، اتش واحد ده هو الهايت بتاع الروف او الهايت بتاع الاوبجكت او الهايت بتاع الحاجه اللي انا هستخدمها في حمايه الاوبجكت. اتش اتنين دي هي الهايت بتاع الشيء اللي انا هعمله حمايه، الاوبجكت اللي انا هعمله حمايه، ودي هي طبعا الريديوس بتاعت السفير اللي انا هستخدمها او الزون البروتكشن زون اللي هي المفروض انا عاوز احسبها. نيجي نشوف اكزامبل عشان توضيح الكالكوليشن بتاعت الشيلدنج سيستم وازاي برسم الاوتبوت اللي بيطلع لي من الكالكوليشن عشان ابتدي اطبق البروتكشن زون. فده نفرض مثلا انا عندي لي اوت بالشكل ده، لي اوت ده مكون من عندي هنا مثلا جو اي اس روم، عندي سويتش جي روم، دي ده باور ترانسفورمر تبقى اوت دور، عندي كاباستور بانك 3 بالشكل ده، عندي هنا 2 اوكسيدري ترانسفورمر. المحطه دي فيها فيرست فلور، الفيرست فلور ده هيبقى موجود فيه الكنترول وبريدكشن روم، كوميونيكيشن روم، باتري روم الى اخره، واسبر لي اوت اللي قدامي دوت هتبقى موجوده فوق الفيرست فلور، ده هيكون موجود فوق السويتش جير روم. فهنشوفه بالشكل ده، هنا زي ما شفنا ده فوق هيبقى روف، وده فوق السويتش جير هيبقى فوق الكنترول روم. فادي الروف بتاع الجي اي اس روم، وبعدين فوق السويتش جير روم كان في الكنترول روم والباتري وكوميونيكيشن، وفي الستير ده طالع لحد الروف الى اخره. ده الروف بتاع البيلدينج، الروف ده اللي موجود فوق الكنترول روم او نقدر نقول السويتش جير روم، وده الروف اللي موجود فوق الجي اس روم. زي ما انا شايف هنا عندي برضه دي حاجه هحتاجها بعدين في الشيلدنج سيستم، في هنا اتش باك يونت دي الخاصة بوحدات التكييف او المكيفات الموجوده في المحطه، وموجود في عندي 6 يونت بالشكل ده موجودين فوق الروف. هنا نشوف سيكشن للبيلدنج عشان نقدر نتخيل هنعمل ايه. عندي دي ده الجي اس روم وده البيزمنت بتاعه، وعندي هنا السويتش جير روم وكان فوقه ده البيزمنت بتاع السويتش جير، وبعدين السويتش جير روم، وبعدين فوق السويتش جير روم كان فيه الكنترول روم، فبعدين ده الروف بتاع البيلدنج. الروف ده هو ده اللي انا هحط عليه السيستم بتاع الشيلدنج بتاعي. عندي الجزئيه دي والجزئيه دي، ده تمثل الباربت او تمثل السور بتاع البيلدنج، وده اللي انا هثبت عليه كل الاير تيرمينالز لو انا هستخدم اير تيرمينال في الشيلدنج ماتيريال بتاعتي، والكفر تاب طبعا ده باور ترانسفورمر او دور. فلو هنيجي نشوف مثلا الكالكوليشن بتاعتنا، اول حاجه احنا عندنا الجي اس والسويتش جير ارتفاعهم كان 11.46 متر، طبعا الارتفاعات دي انا بجيبها من السيفل ديزاين بتاع السب ستيشن. فلو نفرض ان انا عندي ارتفاع البيلدنج بالشكل ده، اولا هنبتدي نشوف ازاي نحط او ايه كمية او عدد الارتيرمينالز اللي موجودة على البيلدنج. فالديستنس بين كل ارتيرمينال والتانية هيتم حسابها كالتالي. عندي توتال ويتس بتاع البيلدنج احنا حسبنا من اللي اوت ده،
حسبنا من الروف ده الويتس واللينس بتاع كل مكان هنحط عليه ايرتن. فنفرض ان هو طلع عندي الويتس بتاع البيلدنج بالشكل ده طلع 23.7 متر، يعني اكتر من 15 متر. احنا قلنا لما يكون الويتس بتاعي اكتر من 15 متر، فبالتالي انا محتاج ان انا احط كوندكتور تاني في نص الغرفة. فدي مثلا نفرض ده 23 متر، فانا محتاج ان انا احط الكبر تاب اللي احنا قلنا عليه حوالين البيلدنج بالشكل ده، وكمان احط في المنطقة دي حسب اللينس او الويتس بتاع البيلدنج. فعندي طلع اكتر من 15 متر، فانا هحط كبر تاب تاني هنا بالشكل ده، وبالتالي احط عليه اير تيرمينال تاني. فالويتس بتاع البيلدنج طلع 23.7، طلع اكتر من 15 متر، يبقى بالتالي انا محتاج ان انا احط الترنيشن تانية على بعد 15 متر. طبعا احنا قلنا اللي هي تبقى في منتصف تقريبا البيلدنج بالشكل ده، مش اللي هي على الباربت، انا بتكلم داخل الروف نفسه. نفس الفكرة لو انا مثلا عندي اللينس بتاع البيلدنج طلع اللي هو اكتر من 41 متر، في طلعت اقل من 45 متر، ففي حالة دي اللينس ده انا مش هحط هنا داون كوندكتور، مش هحط كروس كوندكتور هنا بالشكل ده. طيب انا دلوقتي عاوز اشوف بقى الاير تيرمينال اللي موجوده عندي ازاي ان انا اقدر اوزعها على الباربت بتاعت البيلدنج. فاحنا قلنا الماكسيمم ديستانس بين كل اير تيرمينال والتانيه المفروض ان هي تبقى 7.6 متر. هنا اسبير الاكزامبل قدامي ده، احنا جبنا اللينس دوت وقسمناه على 7.6 متر، فادتني عدد اير تيرمينالز طلع 6.9 اير تيرمينال، يعني عندي حوالي 7، عندي 7 اير تيرمينال. نفس الكلام بالنسبه للواي دايركشن بتاعه البيلدنج، لو هنتكلم عن البيلدنج اكس وواي فهنبتدي نشوف اللينس بتاع الواي ده قد ايه واقسمه على قيمه 7.6، وبالتالي ان انا اقدر احدد عدد الاير تيرمينالز الموجوده. فمثلا لو انا عندي بيلدنج زي ده، عندي اللينس ده وهشوفه طوله قد ايه، وبعدين اقسم اللينس ده على او الويتس ده على قيمة الاير تيرمينال، فهيطلع لي مثلا 7، فهحط اير تيرمينال في البداية هنا، وبعدين بعدها 7.6 متر حط اير تيرمينال تانية تالتة ورابعة وهكذا لحد ما اخلص كل البرب بتاع البيلدنج. طيب لو انا هستخدم مثلا رولينج سفير ميثود عشان اعمل حساب البروتكشن زون بتاعة البيلدنج، فهنا طبعا الايكويشن زي ما احنا قلنا هتبقى بالشكل ده، الدي اللي هو الهوريزونتال ديستانس او البروتكشن زون ديستانس، او والاتش 1 ده اللي هو الهاير روف، او انا هستخدم هنا الاير تيرمينال دي موجوده فوق الروف، فبالتالي اعتبر رو البيلدنج ده نفسه ارتفاعه هو كانه الماست بتاعي، الاير تيرمينال ده زائد الاير تيرمينال، يبقى ده كده كان ارتفاع الحاجه اللي انا هستخدمها لحمايه الايكوبمنت اللي موجود عندي في المحطة. الهايت التاني او ايش التاني دوت هو الارتفاع البيلدنج الاقل ارتفاعا اللي انا محتاج احميه. فمثلا لو انا عندي 2 بيلدنج جنب بعض، كل واحد ارتفاعه مثلا 15 متر، واحد ارتفاعه 5 متر او 10 متر، فانا بالتالي عندي اتش واحد هكون هي ال 15 متر زائد الارتفاع بتاع الاير تيرمينال الموجود في البيلدنج ده، والاتش 2 دي هي ارتفاع الاوبجكت او البيلدنج التاني اللي انا محتاج اعمل له بروتكشن. فلو طبقنا مثلا عندي اير تيرمينال دي موجوده على الجو اس او سويتش جير بيلدنج، هعمل بيها حمايه للاوكسيدو ترانسفورمر. زي ما احنا قلنا ان انا اي اكوبمنت ما عدا الباور ترانسفورمر موجوده بجوار البيلدنج ممكن احميها عن طريق الاير تيرمينال الموجوده على البيلدنج. فلو انا جبت قلت ارتفاع بتاع البيلدنج كان 11.46، قلنا الارتفاع ده بنجيبه من السيفل ديزاين، زائد 1 متر ده رود او الاير تيرمينال هايت، فبالتالي الارتفاع هيكون 12.46 متر. الاتش 2 ده ارتفاع الاكزو ترانسفورمر او ارتفاع الفاير وول اللي موجوده بين الاثنين اكزو ترانسفورمر، فتطلع مثلا 2.3 متر. انا هشوف اطبق الكلام دوت في الايكويشن عندي، جبت المسافه اللي هي دي، وبالتالي قدرت احسب الراديوس بتاعه البروتكشن زون. فنيجي نشوف مثلا هنا ده الشيلنج لاي اوت اللي انا طبقت عليه الكالكوليشن، نشوف بس جزئيه
الرولينج سفير ميثود ازاي طبقناها. فاحنا لما حسبنا طلع حوالي 17 متر، فانا هشوف الايرتن الموجوده بجوار الاكزوي ترانسفورمر دي كلها اللي انا هستخدمها لحمايه الاكزوي ترانسفورمر، وابتدي ارسم الزوم بتاعتها. فانا هستخدم مثلا الايرتن الموجوده هنا، الايرتن ديت اللي قلنا الريديوس اللي طلع لي حوالي كان 17 متر. هستخدم ارسم دايره، الدايره دي تكون السنتر بتاع الاير تيرمينال اللي انا استخدمتها لعمل البروتكشن، وابتدي ارسم الدايره بتاعتي الاولى. هنشوف الريديوس بتاعها طلع 17.05 اللي هي طلعت في الكالكوليشن عندي هنا. نفس الكلام لو انا هستخدم اير تيرمينال دي موجوده على بيلدينج تاني، برضو هستخدمها لحمايه الاكزوست ترانسفورمر. بيلدينج تاني ليه انا ما حطيتوش في تبع الحسابات في الجزء الاول؟ لان ارتفاعه مختلف، وكان الارتفاع بتاعه اعلى من الجي اي اس روم. فمثلا عندي هنا لو شفنا في اللي اوت هنا، عندي هنا في ستير موجود هنا، الستير دوت ارتفاعه اعلى من ده اللي بيوديني للروف، ارتفاعه اعلى من ارتفاع البيلدنج كمبنى، وبالتالي هستخدم الحسابات بتاعته او الهايب بتاعه في الحسابات عندي. فطلع مثلا 14.1 زائد 1 متر، فبالتالي طلع 15.1. الارتفاع الاكزور ترانسفورمر كان 2.3، او الفاير وول موجوده جنب الاكزور ترانسفورمر 2.3 متر. الديفرنس او طبق الكلام دوت في الايكويشن بتاعت الرولينج سفير ميثود، هيطلع لي الديستنس الهوريزونتال ديستنس او الزون اوف بروتكشن طلعت لي حوالي 19.6 متر. لو شفنا التطبيق عندي هنا في اللي اوت، هتلاقي هنا كل الدوائر او كل بروتكشن زون اللي احنا رسمناها هنا كانت 17.05، دي اللي احنا استخدمناها في البداية. لكن لما نيجي نشوف الناحية بتاعت الستير رقم 2، هلاقي ان البروتكشن زون بتاعت اللي انا استخدمتها طلعت 19.6، وبالتالي انا اي اير تيرمينال موجودة على الستير دوت هنبتدي نحط فيه، نرسم من خلاله السيركل او البروتكشن زون بتاعت الرولينج سفير ميثود اللي احنا حسبناها بالنسبه للستير هايت، هتطلع بالشكل ده. طيب لو انا مثلا عاوز اعمل بروتكشن زون للباور ترانسفورمر او الدور الكوماتي، احنا اتفقنا ان احنا هنحط لايتنج ماست. فاحنا مثلا ممكن عندي ارتفاعات الستاندرد لايتنج ماست ممكن تكون 15 متر، 20 متر، 25، 30 متر الى اخره. انا ممكن استخدم فور اكزامبل اقل ارتفاع اللي هو 15 متر، وابتدي اعمل الكالكوليشن بتاعتي. فلو انا طلع عندي بعد كده البروتكشن زون اللي احنا بنرسمها دي طلعت مش مغطيه الاريا بتاعت الباور ترانسفورمر، يعني طلعت مثلا فور اكزامبل لو انا استخدمت السيركل دي اللي هي دوت دي، فلقيتها مش مغطيه لي جزء من الاكزور من الباور ترانسفورمر، فبالتالي انا هزود ارتفاع الماست في الكالكوليشن عندي الى ان الاقي البروتكشن زون اللي طلعت لي مغطيه كل المنطقه بتاعت الابزار الباور ترانسفورمر. فطبعا انت بالخبره هتبتدي تعرف البروتكشن زون بتاعتك او اللايتنج ماست هايت بتاعك المفروض يكون كام. فمثلا لو انا هستخدم لايتنج ماست ارتفاعه 20 متر واحط عليه رود اللي قلنا عليه الستيل بايب بتبقى 3.05 متر، التوتال هايت بتاعهم هيطلع 23.05 متر. ده التوتال هايب بتاع الماتيريال او الماست اللي انا هستخدمه في حمايه الاوبجكت بتاعي اللي هو عندي هنا الباور ترانسفورمر. طيب ارتفاع الاوبجكت نفسه اللي انا هحميه 7.05 متر، الاوبجكت دوت بالنسبه لي ممكن يكون الباور ترانسفورمر او الفاير وول الموجوده، ايهما اكبر في الارتفاع؟ طبعا الفاير وول هتكون ارتفاع اعلى، فبالتالي الارتفاع ده هو ارتفاع الفاير وول. الفرق بين ارتفاع الماست زائد الروت وارتفاع الاوبجكت هنسميه واي، الديفرنس بين الاتش والدي اللي هو الواي طلعت لي مثلا 16 متر. لو احنا افتكرنا هنلاقي في واحنا بنشرح في البدايه شفنا الكيرفز كان في عندي دي، وبعدين كان في عندي واي، كان في عندي اكس. هنشوف دلوقتي في الكيرف ازاي نطبق كامل. انت افتكر ان الواي هنا كانت 16 متر، وعندي الدي اللي هو الاوبجكت نفسه طلع 7.5 متر. فلو شفنا في الكيرف الاول بتاع الباور ترانسفورمر، فلو هنستخدم قلنا الارتفاع بتاع الاوبجكت كان 7.05 متر، يعني ممكن استخدم الكيرف الاول
اللي هو 7.5. وعندي طلعت قيمة الواي كانت 16. فعند 16 وعند الكيرف اللي هو يمثل الأوبجكت 7.5 متر، هروح أجيب قيمة الإكس. قيمة الإكس دي هي تمثل لي البروتكشن زون بتاعت الخاصة بالمصدر الموجود لحماية الباور ترانسفورمر. هنيجي نشوف هنا التطبيق بقى الجزئية بتاعت الباور ترانسفورمر دي على الرسمة. فاحنا كنا مستخدمين اللايتنج ماست اللي هو LM1، لايتنج ماست واحد. الهايب بتاعه كان 20 متر. انا عند الارتكاز او عند النقطة بتاعت الماست هنبتدي نرسم بروتكشن زون. قلنا في شكل البلان هتبقى دايرة بالشكل ده، ومثلت لي عن طريق الريديوس اللي هو طلع لي 22.6 متر. ده الريديوس بتاع الماست الاولاني كبروتكشن زون لحماية الباور ترانسفورمر، وده فعلا القيمة اللي طلعت لي 22.6. نرجع للكالكوليشن تاني. ففعلا الاكس بتاعتي طلعت 22.6، ده اللي انا روحت رسمته. وكده انا عملت بروتكشن زوم بتاعت الباور ترانسفورمر الاول عن طريق استخدام اللايتنج ماست التاني. طب لو انا استخدم اللايتنج ماست رقم 1، لو انا استخدم اللايتنج ماست رقم 2 تبقى نفس الفكره. لو انا مثلا جبت ارتفاع الماست 15 متر وارتفاع الرد فوقه كان 3.05 متر، يبقى التوتال بتاعهم حوالي 18 متر. ارتفاع الاوبجكت قلنا ده هو حوالي 7 متر، الفرق بين الاثنين هيطلع 11 متر. بنفس الطريقه في الكيرف هنقدر نجيب قيمه الاكس، وبالتالي هقدر ان انا ارسم الكيرف الثاني او البروتكشن زون الثانيه بالنسبه لللايتنج ماست الثاني اللي هو ال ام 2 ارتفاعه كان 15 متر. طبعا قلنا لو انا استخدمت الارتفاع ده اللي هو 15 متر وطلعت البروتكشن زون بدل ما هي مغطيه الباور ترانسفورمر بالشكل ده طلعت مثلا لحد هنا، فبالتالي الباور ترانسفورمر كله مش متغطي. فانا في الحاله دي محتاج يا اما احط ماست تاني، وطبعا ده مش شكل يعني المهم العمليه الاقتصاديه في الديزاين بتاعي، انا رايي الناحيه الاقتصاديه. فبالتالي ممكن ازود بس ارتفاع الماست بتاعي لو ال 15 متر دي مش مكفيه ان انا اجيب ماست اعلى، لحد ما الاقي البروتكشن زون بتاعتي مغطيه كل الاريا اللي انا محتاج اعمل لها بروتكشن من اللايتنج. نفس الفكره هطبقها عندي في الكاباستور بانك، اشوف الماست اللي جنبه ايه ارتفاعه كام وارتفاع الكاباستور بانك كام، وابتدي احسب الديفرنس بينهم. وعند القيمه من الكيرف عند قيمه الديفرنس دي اقدر اجيب الاكس اللي هي تمثل لي الزون اوف بروتكشن بالنسبه للكاباستور بانك. طبعا ده الكيرفز اللي انا طبقتها عشان اقدر اعمل او احدد البروتكشن زون. طيب انا عاوز اشوف الطريقه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت التو ماس، لو انا هستخدمهم مع بعض ازاي استخدمهم وازاي اعمل حساباتي عن طريق الكيرف الثاني. فنيجي هنا مثلا على ده اكزامبل ثاني من الكالكوليشن. كان عندي 4 ماس موجودين في المحطه، انا مثلا هستخدم الماس ده الماس الـ4 ماس دول عشان اعمل بروتكشن للبيلدنج اللي موجود في المحطه. فارتفاع الماست الواحد كان حوالي 25 متر، كان ارتفاع الرد فوق 3 متر تقريبا، التوتال بتاعهم حوالي 28. عندي الماست رقم مثلا 1 ده قريب من البيلدنج بتاع الجي اي اس فور اكزامبل، او قريب من ستير 3 او هكذا. فبشوف اعلى ارتفاع بيلدنج موجود عندي ايه وابتدي اعمل حساباتي عليه. طبعا انا لو الماست بتاعي ده قدر يغطي او يعمل بروتكشن زون تغطي اعلى ارتفاع، فبالتالي يقدر يغطي البيلدنج اللي هو اقل ارتفاع. فاشوف ارتفاع كل بيلدنج كام، فلاقي هنا ارتفاع الستير رقم 3 مثلا 9.6، ارتفاع جو اس كان 11.7، عندي السويتش جي كان 7.21. فبالتالي هنا ارتفاع البيلدنج بتاع جو اس هو اعلى ارتفاع، فهو ده هعتبره هو ده الاوبجكت اللي انا مستخدمه للحسابات بتاعتي. اشوف الديفرنس بين ال 28 اللي هي التوتال هايت بتاع الماست زائد الرود، والبيلدنج اللي هو الجي اس بيلدنج هايت بزائد طبعا ارتفاع الباربت او السور الموجود عليه، هلاقي الديفرنس بينهم بالشكل ده 16.34. احنا قلنا عشان نستخدم البوينت او الطريقه الثانيه بتاعت الكيرفات، لو انا هستخدم تو ماست واشوف الاوفرلاب بروتكشن زون بينهم، يبقى انا هستخدم الكيرفين مع بعض. فمن الارتفاع دوت او من الديفرنس ده هقدر اجيب قيمه الاكس.
فلما اجي مثلا اشوف في الانكشر رقم واحد عشان اقدر اجيب قيمة الاكس، انا عندي كان الديفرنس اللي هو الواي بيساوي 16.34 متر، وعندي الاوبجكت بتاعي 11.7. يبقى انا لازم اشوف كيرف، الكيرف ده يكون ارتفاعه او يمثل 11.7، وعندي الواي اللي هي 16.34 اقدر اجيب الاكس. فنيجي هنا نشوف الكيرف بتاعي الانكشر ده، الانكشر رقم واحد، عند الكيرف اللي هو رقم 15، لان ارتفاع الهايب بتاع الجي اي اس كان 11 متر تقريبا، فبالتالي هجيب الكيرف المناسب ليها اللي هو 15 متر. وعند قيمة الواي اللي حسبناها كانت 16.34، نقطة التقاطع بينهم اروح اعمل بشكل عمودي على الاكس، على الاكسس اللي هو يمثل بروتكشن زون، وطلعت لي 20.37. فنيجي نشوف في الرسمة، ادي البروتكشن زون الاولى ان انا هطبقها عن طريق الماست الاول. عند الماست رقم واحد هبتدي ارسم البروتكشن زون الاولانيه اللي هي كان الريدس بتاع 20.37 متر، وعند الماست رقم اتنين نفس الكلام هرسم الكيرف التاني، وعند الماست رقم تلاتة هتلاقيه موجود في المنطقة دي هرسم برضو الكيرف التالت، وعند الماست رقم أربعة هرسم الكيرف الرابع. طيب أنا بين كل بروتكشن زون التانية أو كل دايرة والتانية أنا محتاج أشوف إيه الأوفرلاب اللي حصل بينهم أو المنطقة المشتركة في البروتكشن بتاعتهم. فأشوف المسافة بين الماست الأول والماست التاني، الماست الأول والتالت وهكذا، كل اتنين مص جنب بعض هشوف المسافة اللي بينهم قد ايه عشان هستخدمها في الحسابات. المسافة اللي بينهم ديت هي المسماة في الكيرف رقم اتنين ب بي اس. دلوقتي عشان احسب اقدر احسب الاوفرلاب بين الدايرة الأولى أو بروتكشن زون الأولى بتاعت الماست رقم واحد والبروتكشن زون بتاعت الماست رقم اتنين، فانا هستخدم التو كيرفز زي ما قلنا ان انا عملت البروتكشن زون الاولى والثانيه، وبالتالي عاوز ابتدي احسب بقى الاوفرلاب بينهم الاثنين. فنشوف المسافه بين اللايتنج ماست رقم واحد واللايتنج ماست رقم اتنين، فطلعت مثلا هنا 47 متر. هروح على الكيرفز، ادي الكيرف اللي موجود عندي رقم اتنين، ده المستخدم لو انا هستخدم اكتر من ماست، تو ماست لو انا هستخدمه في عمل الشيلدنج للاوبجكت سواء بيلدنج او اوتدور اكوبمنت. فانا عندي الارتفاع بتاع البيلدنج كان 11 متر، وعندي فبالتالي هاخد الكيرف اللي هو 15 متر، وعندي السبيس اللي هي بينهم بين الماست الاول رقم 3 اللي هي كانت 47، عندي قطعت لي في النقطه دي، النقطه دي هجيب منها قيمه الواي اللي طلعت لي 5 متر. هاخد ال 5 متر دي واروح للكيرف رقم واحد تاني عند 5 متر، وابتدي اجيب الاكس، الاكس دي اللي هي تمثل لي زون اوف بروتكشن اللي طلعت لي 5.5 متر، واروح اطبق الكلام ده على الرسمه. احنا قلنا هنجيب هنا التانجنت بين البروتكشن زون رقم واحد والبروتكشن زون اللي هي خاصه بالماست رقم 3، هنعمل بينهم تانجنت بالشكل ده، ومن منتصف التانجنت ده هبتدي ارسم القيمه بتاعت الاكس اللي طلعت لي 5.5 متر. من النقطة اللي هتطلع لي دي ارسم تانجنت تاني مع البروتكشن زون خاصة بالماست الأول، وتانجنت تاني مع البروتكشن زون خاصة بالماست رقم 3، وابتدي اعمل كونكشن، ويبقى ده كده انا حققت الاوفرلاب او قدرت احدد الاوفرلاب بين البروتكشن زون الأولى والبروتكشن زون التانية. نفس الكلام هبتدي اطبقه على الماست رقم، المسافة بين الماست رقم واحد والماست رقم اتنين والماست رقم اتنين والماست رقم تلاتة وهكذا، كل اتنين ماست جنب بعض هقدر احسب الاوفرلاب بتاع البروتكشن زون بتاعتها بنفس الطريقة. في الرسمة دي برضو انا عاوز اشوف او انوه على نقطة تانية مهمة، انا عندي فوق الروف بتاع البيلدينج احنا قلنا ان كان فيه باك يونت سواء في السبستيشن دي او السبستيشن اللي كنا بنتكلم عليها التانية، فعندي الباك يونت الموجودة فوق الروف دي انا محتاج برضو اعمل لها بروتكشن. طبعا الباك يونت دي موجودة فوق الروف، وبالتالي الايرتن اللي موجودة فوق الروف مش هتنفع تعمل لها بروتكشن لان ارتفاعها هيبقى اقل من ارتفاع الاوبجكت نفسه اللي هو الباك يونت. طبعا لازم يكون الحاجة اللي انا هستخدمها للحماية تكون ارتفاع اكبر من ارتفاع الاوبجكت اللي انا محتاج ان انا احميه، فبالتالي انا ممكن اجيب هنا احط ماست صغير
ممكن ارتفاعه مثلا 5 متر، وابتدي اعمل كالكوليشن نفس الطريقة لحماية الباك يونت، وابتدي ارسم البروتكشن زون بتاعت الباك يونت. هنيجي نشوف اللي اوت الاول تاني، نشوف لو انا مثلا هرسم سيكشن يوضح لي البروتكشن زون ممكن يكون عامل ازاي. نفرض ان انا هاخد سيكشن رقم ايه، السيكشن رقم ايه هقطع في المنطقة دي بالشكل ده، وبالتالي هنا هيبين لي البروتكشن زون بتاعت البار ترانسفورمر، الماست الاول والماست التاني اللي موجود في نفس السيكشن. ده سيكشن رقم واحد، ادي الماست اللي هو رقم واحد ال ام واحد، وده الماست رقم اتنين ال ام اتنين. طبعا انا من السنتر بتاعت الماست احنا قلنا بنرسم الدايره او البروتكشن زون، طبعا ده كان بلان، لكن هنا هيبان لي بشكل مخروطي بالشكل دوت. وهنا نفس الكلام بالنسبه للماست التاني، برسم نفس الكلام الاوبجكت بتاعه او الريدس اللي طلع لي في الكالكوليشن. فانا عندي من السنتر، احنا قلنا السنتر من سنتر الماست، برسم الريدس بتاع البروتكشن زون، فطلعت لي نقطه بالشكل دوت، وبالتالي هقدر اطبق الكيرف من هبتدي اعمل الكيرف بتاع البروتكشن زون بتاعتي من الراس اللي بتاع الماست الى النقطه اللي طلعت لي او نهايه الريدس بتاعت البروتكشن او بتاعت البروتكشن زون از بير الكالكوليشن، وهتطلع لي بالشكل ده. فهبان عندي ان هي عامله حمايه للباور ترانسفورمر اريا، وبالتالي الكالكوليشن بتاعتي تبقى تمام، ومش محتاج ان انا اعيد الكالكوليشن او ازود ارتفاع الماست تاني. نفس الكلام هنا الفكره لو انا عملت كالكوليشن للكاباستور بانك. دي بعض الديتيلز بتبين لي الماتيريال موجوده ازاي على الكباستو على الروف، او ديتيلز للماتيريال نفسها. فهنا مثلا عندي ده اير تيرمينال، ده مالتي بوينت اير تيرمينال بيكون له كذا اتجاه بالشكل ده. عندي ده الكبر تاب الموجود على البيلدنج، والاير تيرمينال انا بوصله بالكبر تاب بالشكل ده. الكبر تاب ده زي ما قلنا لازم يكون موجود على الباربت بتاعة البيلدنج كلها، ولازم ومن أهميته إن هو بيعمل كونكشن لكل الاير تيرمينالز الموجودة على الباربت بتاعة الروف، لأن لازم طبعا كل الماتيريال تكون متصلة ببعضها عشان يبقى سيستم واحد. من الاير تيرمينال ده أو من الكبر تاب ده أنا محتاج إن أنا أبتدي أوصل الماتيريال دي بالإرس جريد. احنا قلنا هنجيب كبر تاب تاني، الكبر تاب تاني دوت لازم يكون متثبت على البيلدنج على مسافات ما تزيدش عن 2 متر بين كل كونكشن والتانية بالشكل ده. وقبل ما كبر تاب من ينتهي او بين وبين الارض يكون مسافة 2.4 متر، ببتدي اعمل حاجة اسمها disconnector link. disconnector link ده بربط بين الكبر تاب ده وبعدين الجزء التاني من الناحية التانية من disconnector link، بيكون insulated كبر تاب. او ان انا ممكن اجيب كوندكتور ده قيمته ممكن تبقى 70 مليمتر زي ما مذكور في الستاندرد TSB 119 7. دي برضو رسمة تانية بتوضح لو انا عندي اير تيرمينال بتكون سنجل بوينت، والكونكشن بين الاير تيرمينال او بين الكبر تاب والباربت ازاي بيتم التثبيت بتاعها. ودي ديتيل تاني بتوضح الاير تيرمينال والقاعدة بتاعته. وهنا لو انا عندي كروس كوندكتور اللي احنا قلنا عليه موجود داخل على مسافات اكتر من 15 متر، فممكن يبقى بالشكل دوت، وبيتم توصيله برضو بالروف بتاع البيلدنج بالشكل ده. احنا هنا اتكلمنا قبل كده او كنا اتكلمنا قبل كده عن الارث بيت. الارث بيت احنا قلنا بيتم توصيل عليها كل الماتيريال الخاصة بالارسنج، عشان من الارث بيت بعد كده اخد كونكشن منها الى الارث جريد، عشان يبقى كل السيستم بتاع الشيلدنج او كل سيستم الارثنج يكون متصل ببعضه. فهنلاقي هنا من ضمن الحاجات اللي انا ببتدي اوصلها على الارث بيت، هنلاقي
الجزئية بتاعة الشيلدنج أو بتاعة الشيلدنج سيستم أو اللايتنج سيستم. أدي الكونكشن اللي هو بالشكل ده 120 مليمتر سكوير انسوليت كوبر كوندكتور فور لايتنج داون كوندكتور. فده الكيبل اللي هو جاي اللي هو أو ما يسمى بالداون كوندكتور. كل واحد فيهم هيروح يتوصل على أقرب إرث بيت، ومن الإرث بيت بعد كده ببتدي أوصل إلى الإرث جريد. دي ديتيلة برضو تانية بتبين شكل اللايتنج ماست ممكن يكون عامل إزاي، وإن ارتفاعات اللايتنج ماست ده بتختلف حسب الكالكوليشن بتاعتي. احنا عندنا ممكن يبقى فيه 15 متر، 20 متر، 25 متر، أو 30 متر. دي الستاندرد هايت بتاع اللايتنج ماست. وبكده يكون المحاضرة بتاعت الشيلدنج انتهت. إن شاء الله تكون محاضرة مفهومة. إن شاء الله هبتدي أعمل شير للبي دي إف بتاع المحاضرة، وهعمل شير لدروينج بتبين الستاندرد هايت بتاع اللايتنج ماست، وكمان هيبقى فيه الدروينج اللي احنا شرحنا من خلالها الشيلدنج سيستم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.